الحمد لله. كابتن بلال فوق مستحق زمالك، كابتن أسامة، النادي الأهلي مهما كانت النتيجة، مهما كان الوقت، بيقدر يرجع المباراة بل ويتفوق كمان ويحسمها. اه طبعا طبيعي الاهلي يقدر يرجع في المباراه في اي وقت، عنده الامكانيات وعنده العناصر الجيده وعنده الرغبه في الفوز اكيد، ودي اكتر حاجه يعني ما تميز النادي الاهلي على مدى العصور، يعني مش بس ما نتكلمش على السنه دي او الماتش ده، انت طول عمرك عندك رغبه في المكسب يعني، حتى وان كنت اقل فنيا، يعني النهارده من المباريات القليله فنيا للنادي الاهلي تمام، لكن الشوط الثاني معاني مختلفه يعني شكل مختلف تمام، انت بتحاول وبتروح ممكن ما يكونش يعني قادر تدي 100% ايوه بالظبط تمام، لكن احنا حاسين بالرغبه ان الاهلي عايز يكسب، انت قاعد بره حاسس ان الاهلي عايز، يعني هم بيدوروا على المكسب في الماتش، عايز هي يخلص المباراه الجيم بدات بالنسبه لنادي الاهلي الشوط الثاني حقيقي، يعني الشوط الاول او يعني لما ابتدى الاهلي يحس بالخطوره ابتدى يدخل في الجيم تمام، ودي برضو خد بالك من العوامل السلبيه بتاعت نهايه السيزون، برضو انا مصر ان انا اتكلم في النقطه دي، لان خد بالك انت لما انت النهارده ما مظبوط بتحللش بس اداء مظبوط فني في وسط السيزون، فانت بتقول لا ده فلان ده وحش وفلان ده مش كويس، صحيح وايه المفروض المدرب كان يلعب بالحته دي او يغير ده ويحط ده مكان ده، لا انت بتتكلم في حاله، الماتش ده حاله مختلفه عن كل المباريات. ليه يا كابتن حاله؟ اولا بقالك 3 4 ماتشات بتلعب ماتشات ملهاش قيمه تمام؟ صحيح حقيقي ملهاش قيمه تحصيل حاصل بالظبط، مظبوط فمش قادر انت كمدير فني تقعد كده فتحط يعني هدف عند اللعيبه يشتغلوا عليه، انت مش قادر ايوه تمام، حتى اللعيبه كمان لو انت كمان اديتهم الهدف هم مش هيقدروا يستقبلوه صح، لكن فالنهارده مباراه بتيجي صعوبتها انك انت الثلاث اربع ماتشات بتلعبهم يعني بتنزل تلعب 90 دقيقه قدام ثلاث حكام وفار وكل حاجه بس بدون اهداف، ودي اصعب واسوأ حاجه تقابل لعيب كره القدم، ان ينزل مباراه ما عندوش جولز فيها تمام، ما عندوش تارجت بيشتغل عليه تمام، الاهداف مش موجوده، فلما تيجي تغير له الحاله دي تحطه في مباراه في دور الثمانيه مع فرقه اصعب شويه تمام، وتقول له لا النهارده لازم تكسب عشان النهارده احنا بنلعب على سيمي فاينال كاس بالظبط تمام، فانت عشان تحط الرغبه في لعيب لسه لاعب من 3 4 من اسبوع ماتشين ثلاثه ومن 10 تقبل واسبوعين بيلعب ماتشات تحصيل حاصل، بتبقى صعبه، النقله صعبه يا كابتن، خاصة انك في صح نهاية السيزون، يعني انت هتدي له حماس تقول له يلعب على افريقيا، هتلعب على الدوري العام، هتلعب مش على، عارف انت حتى كمان بتقول له ايه؟ انت هنلعب النهارده مباراة بعديها يتوقف السيزون. انت متخيل يعني؟ مش هنكمل الكاس يا جماعة، احنا لازم نكسب النهارده عشان الماتش اللي جاي، ده ماتش مهم جدا، ده السيمي فاينال الاسبوع اللي جاي او بعد بكرة او كمان 3 ايام، لا ده انت بتقول له اكسب عشان خلاص ده اخر ماتش في السنة. تمام؟ فالمغريات والمعطيات مختلفة شوية. فعشان كده بقول لك الماتش ده حالة مختلفة عن الماتشات اللي فاتت، فمش قادر تقيمه تقول ايه لا الفنيات مش ما كانتش حلوة، اصل الصعوبات، اصل علي ماهر لعب بشكل مختلف، اصل انت لا انت النادي الاهلي، لكن هي الرغبة نفسها الديزاير مش موجود بالشكل الكافي اللي يخليك تعمل ماتش جامد جدا. يعني انت في طبيعة الحال لو انت النهارده في وسط السيزون اعتقد كنت هتلعب ماتش جامد جدا تمام، وكنت هتلاقي تخبيط ولعب وضرب والاهلي بيحضر وبيشتغل ومن ناحيه اليمين وناحيه الشمال، هتلاقي الشغل اللي اعتدت عليه طول السيزون، لكن النهارده انت مش قادر، وانا مش مستنيه،